بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على مرض خطير جدا ويمكن كتير من الناس ما يعرفوش بيه، مرض اسمه بيروني. يلا نشوف. أهلا بيكم مرة تانية من جوه الصيدلية. حلقة النهاردة هنناقش فيها موضوع بيتعلق بالصحة الجنسية عند الرجل. والله الراجل ده صعبان عليا، حالته تصعب على الكاف، ظروفه دايما صعبة. عملنا له حلقات كتير جدا 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 ولسه هنكمل معاه كمان. خلينا اقول لكم ان القضيف في الحالة العادية المفروض انه شكله يكون مستقيم، لكن في حالة مرض بيروني اللي هنتكلم عليها النهاردة بيحصل تقوس في شكل القضيف. التقوس ده ممكن يكون بسيط وممكن يتطور ويتحول لحاجة صعبة جدا 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 ويكون معاها ألم وتعب لا يحتمل. لو الموضوع يهمك فخلينا اقول لك احنا النهاردة هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن ايه هو مرض بيروني وبيحصل من ايه، هل بيأثر على الجماع والانتصاب، هل هو مؤلم، ايه هي فرص العلاج اللي موجودة سواء كانت الجراحة، الحقن او الدعامات، واي واحدة فيهم احسن، هل ممكن يأثر على الانجاب ولا لا. انا عمرو بوكر ودي جوه الصيدلية، وزي ما تعودنا يلا بينا نبدأ من جوه الصيدلية. خلينا نقول ان مرض بيروني هو مرض بيحصل في القضيب، بينتج عنه ان القضيب بيكون شكله منحني او ملتوي بدرجات معينه نتيجه ان يكون بيتكون جوه نسيج. النسيج ده بيعمل كانه حلقه او كانها ندبه بتبدا تاكل في الغشاء بتاع القضيب، فالقضيب ده يبدا يتني الناحيه الثانيه. الصوره دي اكتر ممكن توضح الفرق ما بين الشكل العادي وما بين مرض بيروني. طيب لو سالنا دلوقتي ايه هي الاسباب، اول حاجه ان ممكن يكون المرض ده جيناتيك. جيناتيك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تتولد بيه، او الحاجه الثانيه هو انك ممكن تتعامل بعنف مع القضيب. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ممكن تتخبط. فاكرين اللقطه بتاع فيلم احمد زكي لما اتضرب وقعد في المستشفى؟ بالظبط الخبطه الجامده دي، او حتى الربط. يعني ايه الربط؟ احيانا بعض التويز اللي بتستخدم من غير موضح بيكون بتستخدم فيها عمليه ربط القضيب بشكل او باخر. الربط ده او الخبطه الجامده او الكدمه الجامده دي ممكن يحصل معاها نزيف. النزيف ده بيبدا يكون نوع من انواع الجلطات اللي ممكن تبدأ تكون نسيج كده، او ممكن تبدأ تعمل ندبة في القضيب ويبدأ يحصل عليها تآكل في النسيج نفسه، او النسيج نفسه ده يفسد فيحصل الندبات اللي احنا بنقول عليها ويبدأ يتكون معانا مرض بيروني. وخلينا نقول ان على حسب وجود النسيج المتكون ده بيحصل الالتواء. النسيج ده مع الوقت بيبدأ يجمع عنصر الكالسيوم، فعنصر الكالسيوم ده بيخليه يتحول اشبه ما يكون بالحجارة، كأن في حجر بالظبط جوه القضيب، وهو ده اللي بيعمل الألم الشديد، وهو ده سبب الألم الجامد جدا جدا جدا. نيجي دلوقتي على السؤال الثاني، هل مرض بيروني بيأثر على الانتصاب؟ الإجابة على السؤال ده ان هو مع وجود مرض بيروني بيحصل انكماش في طول القضيب، وفي أغلب الحالات ده مش بيؤثر على الانتصاب بشكل أو بآخر، لكن لما بيكون الالتواء شديد وبيكون معاه ألم بيأثر على الشكل نفسه، بيأثر على شكل الانتصاب، وبيكون في احتمالية كبيرة بالفشل. الاحتمالية دي جاية من المخ، سيكولوجية أو نفسية. نيجي للسؤال الثالث، هل مرض بيروني بيأثر على الخلفة والإنجاب؟ الإجابة إنه في الطبيعي مادام بيحصل جماع وبيحصل إنزال مش هيؤثر على الإنجاب بشكل أو بآخر. السؤال اللي بعده بيقول، هل لو أنا عندي مرض بيروني أو عندي مرض بيروني في البداية ولو سبته هل هيروح مع الوقت؟ خليني أقول لك الإجابة هي للأسف لأ. مع مرض بيروني كل ما بتقعد فترة أطول كل ما التأثير السلبي والمضاعفات بتزيد، علشان كده مطلوب إن أنت تاخد إجراءات أول ما تعرف إن أنت عندك مرض بيروني. إزاي أعرف إن أنا عندي مرض بيروني وايه فرص العلاج؟ لما بتروح للدكتور ويكشف عليك الدكتور بيشوف فين مكان الندبه، وده بيعرفها بالفيزيكال اكزامينيشن، ان هو بيكشف بعينيه وبايديه فيعرف فين مكان الندبه ويعرف فين مكان الالتواء. واوقات كتير بيعملوا اشعه علشان تبان اكتر لو في اكتر من حلقه او في اكتر من ندبه. طبعا الحلول الاسهل بالنسبه للدكاتره والاسرع هي الجراحه، وبتكون في الاغلب ومن وجهه نظري تجميليه مش اكتر، علشان تعالج موضوع الالتواء ده بشكل او باخر، سواء ان هم يأثروا الجزء السليم فالجزء التاني يتعدل، او يطولوا الجزء اللي فيه ندبة فنبدأ نداري موضوع الالتواء ده بشكل او باخر. لكن خلينا اقول لكم الجراحة للأسف ليها تأثير سلبي جدا جدا على الانتصاب فيما بعد.
بتفشل عملية الانتصاب، لأن تقريبا بيحصل معاها مضاعفات، اللي هي من المضاعفات دي بيحصل معاها حاجة اسمها التسريب الوريدي. علشان كده بعض الدكاترة بعد ما بيعملوا العملية دي بيدعموا جدا فكرة ان هم يروحوا لعملية زرع الدعامة علشان يعالجوا او علشان يداروا موضوع الانتصاب او موضوع الالتواء بشكل او باخر. اما بالنسبة للحل الغير جراحي فبينقسم الى حاجتين. اول حاجة هي حقن داخل الندبة في القضيب. الحقن دي اسمها زيفلكس، ممكن الاسم يختلف من بلد للتاني، زيفلكس، ودي موجودة في السوق من سنة 2010 واخدة موافقة هيئة الغذاء والدواء الامريكية. طبعا مش كل الدكاترة بتشتغل بيها ولا كل الدكاترة بتعرفها، عشان حاجتين. اولا عشان هي مش مشهورة جدا في وطننا العربي، وهي مشهورة اكتر بره. تاني حاجة علشان سعرها غالي، لان هي بتعتبر من الادوية البيولوجيكال اللي هي مش متوفرة، او اللي هي بيولوجيكال ده معناها ان هي متخلقة جينيا، لكن هي بتعالج الموضوع ده بشكل او باخر. طيب خلينا نفهم ازاي زيفلكس ده بيشتغل. الحقن دي يا سيدي الفاضل فيها انزيم المفروض ان هو بيكسر تجمعات الكولاجين جوه الانسجه، واللي مسؤوله عن الانحناء اللي احنا قلنا عليه. هي بتستخدم للناس اللي عندهم انحناء اكتر من 30%. الحقنه زي ما قلت للاسف غاليه، والعلاج تقريبا بياخد 24 اسبوع، وهي دي مده الكورس او مده الكورس العلاجي. لكن بمشيئه الله ومع كل الدراسات اللي انا قريتها العلاج بيجيب نتيجه كويسه جدا جدا جدا. تاني اوبشن في العلاج عباره عن الستيم سيل، الخلايا الجذعيه اذا كنت سمعتوا بيها. دي حاجه متطوره جدا، مش كل الناس برضو بتعرف عنها ولا كل الدكاتره بتعرف تستخدمها. لكن مع النوع ده من العلاج بيبداوا يستخدموا نوع معين من الاشعه. الاشعه دي بيعرضوها على القضيب على الندبه دي، فالاشعه دي مع الوقت بتبدا تكسر الكولاجين اللي موجود جوه الندبه دي، فبتبدا تدوب شويه الندبه دي. وبعد كده لما يحقنوا الستيم سيل جوه الندبات دي بتبدا الستيم سيلز دي تطلع وتخلق اورده واوعيه جديده وتبدا تعالج الموضوع ده. طبعا موضوع الستيم سيل والاشعه ده بياخد وقت وبرضه بياخد فلوس، ومش مشهور قوي في وطننا العربي، لكن في بعض الاماكن في دبي هنا مثلا بتعمله، في تركيا برضه بيعملوه وموجود عندهم. وانا بدور على الانترنت وعلى اسئله الناس لقيت سؤال اللي هو يا دكتور طب انا لو مولود لو انا عندي انحراف بسيط اعمل ايه؟ غالبا في ناس كتير، اغلب الناس لو بدات الفيزيكال اكزامينشن لو بدات تكشف كده هتلاقي في ناس كتير جدا عندهم انحراف للشمال بدرجات مختلفه، والانحراف في الاغلب بيكون الجهه الشمال. لو انت عندك انحراف بسيط والانحراف ده لا يسبب الم ومش قلقان منه، ممكن تروح تكشف وتطمن عند الدكتور، وتحافظ انك تاخد ثلاث حاجات من الصيدليه: فيتامين سي بتركيز 1000 ملي جرام يوميا، فيتامين اي بشكل يومي، كمان هتحافظ انك تاخد حبوب السيلينيوم. ليه الحاجات دي؟ الثلاث حاجات دول مع بعض بيعتبر من اقوى مضادات الاكسده اللي تبدا تحمي الخلايا من ان يحصل فيها او ان الندبات دي تبدا تتطور في الخلايا ويبدا الموضوع يزيد، فانت كده بتحمي الخلايا. وفيتامين سي ليه دور ان هو بيقوي الاورده وبيقويها، فاحنا هنا بنبدا نحمي الموضوع ده انه يمكن يتطور على فترات طويله. في النهايه خلينا اقول لكم حافظوا على نفسكم، بلاش الهزار السخيف مع بعض ان احنا نضرب بعض في اماكن حساسه او نبدا نتغاشم على بعض او نبدا نعمل حاجات ملهاش اي لازمه ممكن تؤدي الى تطورات حتى لو ما حصلتش دلوقتي بعد شهور قليله ممكن تعاني منها طول حياتك. دايما حافظ الناس اللي بتلعب رياضه، الناس اللي بتلعب تايكوندو، الناس اللي بتلعب رياضات العنيفه، دايما حاول بكل الاشكال ان المنطقه الحساسه، المنطقه اللي هي فيها الخصيه والقضيب دي بشكل او باخر، انك تبقى حميه. لان الخبطه لو جت في الخصيه في نفس النزيف ده لو حصل في الخصيه بيبدا يموت الخلايا، وده بيبدا ياثر على ان الخصيه نفسها يحصل فيها انكماش او تموت، او ممكن يحصل فيها دوالي، او زي ما قلنا ممكن يحصل ندبات في القضيب وممكن يحصل مرض بيروني. عافانا الله واياكم من كل الشرور، ودمتم في نعمه، ودمتم في صحه، ودمتم في فضل من الله. اتمنى لو انت بتشوفني لاول مره اكون جاوبتك وما يكونش وقتك راح على الفاضي، ولو انت بتشوفني مره تانية اتمنى يا رب اكون ضفت لكم حاجه مختلفه زي ما عهدنا مع بعض في كل حلقه. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه صيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر، سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.